السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. وصل جيبليكسز الاكس 600 نسخة ميدل ايست بزوائد كما تلاحظون في الصدام الامامي، زوائد عليه، كذلك شكل العجلات مختلف من الخلف، الزوائد الذي على صدام، الواجهة الامامية شكل جميل وأنيق، خطوط كروم على الدواسات، مقاس العجلة 22، الداخلية باللون البرتقالي مع اللون الأسود، لا تنسوا أخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.